صباح الجمال والفل على كل زملائي في الاستوديو، وصباح الفل على كل مشاهدين صدى البلد في كل مكان. احنا النهارده في بدايه الاسبوع، وزي ما تعودنا مع بعض طبعا بناخد جوله في مختلف الاسواق نعرف فيها اسعار الخضار والفاكهه. عشان كده احنا النهارده موجودين في سوق العبور علشان ناخد جولتنا مع بعض. نبدا باسعار الخضار. سعر كيلو الطماطم النهارده بيتراوح من 2 ل 5 جنيه، البطاطس من 4.5 ل 12.5، البصل من 4.5 ل 6.5، الجزر من 3 ل 4 جنيه، الخيار من 3 ل 8 جنيه للكيلو الواحد، الثوم من 40 ل 60 جنيه، الفلفل البلدي من 4 ل 6 جنيه، ورق العنب من 15 ل 25 جنيه، الفجل من 3 ل 5 جنيه، الملوخيه من 5 ل 10 جنيه، الباميه من 15 ل 25 جنيه، البسله من 24 ل 30 جنيه. اما عن اسعار الفاكهه النهارده في سوق العبور، نبدا بالعنب البناتي سواء الاصفر او الاحمر، سعر الكيلو النهارده من 15 ل 25 جنيه، الجوافه من 13 ل 33 جنيه، الكنتالوب من 12 ل 15 جنيه، البطيخه ال 8 كيلو لل 10 كيلو سعرها النهارده بيتراوح من 64 ل 80 جنيه، الخوخ من 20 ل 30 جنيه، الكمثرى من 75 ل 125 جنيه، واخيرا النهارده هنختم مع بعض بالثمره الذهبيه، وهي للي ما يعرفش هي المشمش. المشمش يعتبر من الفاكهه النادره اللي يعني بتبقى مدتها صغيره في السنه، بتبدا من شهر 4 لشهر 6. علشان كده يعني زي ما مثلا لما في مثل شعبي بيقول او مثل مصري اللي بيتكلم عن حاجه يعني صعب انها تحصل بيقول في المشمش، وده علشان فتره ظهوره بتبقى قليله. علشان كده احنا معانا احد التجار النهارده في سوق العبور اللي هيكلمنا عن اسعار المشمش. برحب بحضرتك في صدى البلد، صباح الفل عليك. اهلا وسهلا بيك حبيبي. انا شايفه المشمش عندك شكله جميل ومبهج جدا، قول لنا اسعاره ايه النهارده؟ ذهبيه ان شاء الله. الاسعار بتاعته بتبدا من 16.5 لحد 20 وانت طالعه على حسب الجوده الموجوده. وانا طالعه لحد كام يعني؟ يعني لحد 25 على حسب الجوده وعلى حسب حجم الحبايه. في انواعه بتبقى الامل والكنينو والحايد. طب ورينا انواعه، عايزين نشوف مع بعض كده. ده الامل. ماشي، ده الامل. ده الامل. ده الامل اه. نوريهم كده. ماشي. اللمة التانية والحايد قدامه. ايه؟ الحايد. بيجي بين الامل والكنينو. زرع برضه مش نوع من انواع بيجي بين الحايد والكنينو. طب عايزين نشوف بقية الانواع. موجودة يا فندم اللمة التانية. مع بعض. ده الحيط بيبقى القطعه بتاعته محمره في الخد الاحمر، القشره بتاعته محمره في الخد الاحمر بتاعها زي الامل. ماشي، ده الحيط اللي بيطلع بين الـ بين الـ بيطلع بين المشمش الامل والكنينو، بيطلع بين البنين يعني بين الاثنين. اه بين الاثنين. طب انا يعني ساعات لما باجي افتح مثلا مشمشه الاقيها حامضه كده، مزه شويه وفي مسكر. بتبقى لسه ما خدتش السوا بتاعها، بتبقى لسه المعادي السوا بتاعها ما اتقطعش، لان هي بتتقطع في عرق خضار علشان من النوع اللي هو بيستوي بسرعه على الشجر ومعرض للاصابه، فعشان كده بيتعرض فيها الاصابه. من ايه بقى؟ الذبابه. بيبقى حاجه كده بتيجي في الحباب بيبقى اصابه فمعرض ليها، لان هو ريحته قويه فبيبقى معرض للاصابه، فعشان كده بيتعرض فيها عرق خضار. طب ايه احسن نوع في المشمش بقى؟ هو الامل. الامل اه طبعا، الامل لانه سكرياته عاليه. طب وفي نوع العمار، يعني قريه العمار مشهوره بالمشمش. العمار ده بيطلع اللي هو بنقول عندنا في بيطلع الزرع الفلاحي اللي هي البلدي، العمار ده بيبقى الاساس البلدي. ليه؟ الحاجه بتبقى طالعه على النيل، النيل طبعا فيه الميه بتاعته فيها جميع العناصر، فيها بوتاسيوم مغنيسيوم كالسيوم، فطبيعي بيبقى اثقل واطعم غير بتاع الجبل. الجبل بيبقى ميه معيه، تبقى ميه من بطن الارض، فبتبقى فيها المالح وفيها الحلو. انما العمار بيبقى ميه النيل، بيبقى فيها جميع العناصر، فطبيعي بيبقى افضل. ده العمار ان شاء الله. انت عندك عمار هنا ولا؟ انا عندي عمار لسه خلصان بالليل، بيجي بالليل. الموسم بتاعه صغير يعني اعرف؟ صغير اه، صغير علشان هو يعني ايه الشجر بتاعه كبير، فدلوقتي شهر 4 ل 6 اه، وبعدين دلوقتي شبه منقرض لان الشجر كبر خلاص ومحدش بيفكر يزرعه. ليه؟ ده غطى عليه.
طيب احنا في فصل الصيف والجو حر يعني، يعني ما شاء الله عندك المشمش كتير، انت ازاي بتحافظ عليه من الصيف؟ ولا الصيف بيدمر الفاكهة عندك؟ طريقة تبريد، بيخش تلاجات تبريد على درجة معينة من التبريد، بيخش يحافظ على حبات المشمش، بيحافظ عليها من يومين لثلاث ايام، ولو طريقة التبريد اقوى فبياخد شهر معاك في التلاجات. طب قول لي كده، اقبال الناس عندك ايه؟ الناس كلها بتحب المشمش بلا استثناء. طبعا ده المشمش ده الزرعة الذهبية، فما شاء الله الحمد لله يعني الناس بتيجي تشتري وبتبقى مبسوطة. الحمد لله الناس بتيجي علشان بفضل من الله الحاج، يعني ذو صيت حلو وسمعة كويسة، واحنا شغالين بسمعتنا الحمد لله والناس حابة. طيب بما ان يعني خلاص موسم المشمش زي ما بقول لك كده بينتهي في شهر 6، فهل السعر يعني هيرتفع الفترة الجاية؟ طبيعي طبيعي، لما بيكون في وفرة السعر بينزل، لما بيبقى يعني المعروض قل فطبيعي السعر بيرتفع. طب المعروض قل، انما لو في وفرة طبعا السعر طبيعي طبيعي بيريح يعني. بشكر حضرتك جدا، شكرا ليك. ودي اسعار المشمش، عشان يا جماعه تلحقوا تاكلوا مشمش طبعا. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وعوده مره اخرى الزملاء في الاستوديو.